السلام عليكم. نشرة منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار. والبداية بالعناوين. المجلس الأعلى للدولة ينفي مناقشة اجتماع روما لإعادة تشكيل الرئاسي، ويقول إن النقاش اقتصر على إمكانية إجراء تعديل على الاتفاق، وكتلة السيادة تدعو لجلسة طارئة لمناقشة ما وصفتها بتصرفات عقيلة صالح الفردية. فتح الطريق الرابطة بين ترهونة وبنوليد والتوقيع على اتفاق بشأن ضمان عدم إغلاقها بين المدينتين، وبلدي ترهونة يؤكد دعمه للمصالحة الوطنية واستقرار ليبيا. لجنة التهدئة بالجنوب تبحث مع أعيان المنطقة وبلد وادي لبوانيس سبل ضمان وقف دائم لإطلاق النار، ولقاءات مرتقبة للجنة مع القوة الثالثة وقوات بن نايل. أهلا بكم. نفى مصدر من رئاسة المجلس الأعلى للدولة أن يكون لقاء روما بين رئيس المجلس عبد الرحمن السويحلي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد ناقش إعادة تشكيل المجلس الرئاسي. وأكد المصدر لقناة ليبيا لكل الأحرار أن لقاء صالح والسويحلي كان تمهيديا، وطرح إمكانية إجراء تعديل على الاتفاق بهدف تعزيزه وتذليل العراقيل التي تحول دون تنفيذه، إضافة إلى مناقشة سبل معالجة المختنقات التي تعيشها البلاد. كما نفى المصدر أن يكون رئيس مجلس النواب قد قدم أي مقترحات لتعديل الاتفاق السياسي. في محاولة للخروج من حالة الجمود السياسي، اتفق رئيس مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال لقائهما بروما على أن التوصل إلى حلول سلمية ومنصفة للقضايا العالقة يتطلب لقاءات أخرى، داعين إلى ضرورة التركيز على المصالحة الوطنية ووقف نزيف الدم وعودة كل النازحين في الداخل والخارج. مصدر من رئاسة المجلس الأعلى للدولة أكد أن اللقاء كان تمهيديا واقتصر على إمكانية إجراء تعديل على الاتفاق بهدف تعزيزه وتذليل العراقيل التي تحول دون تنفيذه، كما ناقش سبل معالجة المختنقات التي تعيشها البلاد، نافيا أن يكون رئيس مجلس النواب قد قدم أي مقترحات لتعديل الاتفاق السياسي. يأتي ذلك في وقت أفاد فيه مصدر مطلع بأن الطرفين يتجهان نحو الاتفاق على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، مشيرا إلى أن عقيلة صالح اقترح أن يتولى مجلس النواب عند إعادة تشكيل المجلس الرئاسي تسمية الرئيس وأحد نائبيه، فيما يتولى المجلس الأعلى للدولة تسمية النائب الآخر، على أن يتم استبعاد فايز السراج من التشكيلة القادمة للمجلس الرئاسي أو رئاسة الحكومة. المصدر نفسه أكد أن عقيلة صالح وعبد الرحمن السويحلي ناقشا مقترح مجلس النواب لتعديل الاتفاق السياسي، موضحا أن هذا المقترح يشترط أن ينفرد البرلمان بصلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة وعدم المساس بمنصب القائد الأعلى للجيش، مع إمكانية مشاركة الطرفين في تسمية شخصية لمنصب رئيس الأركان العامة. وقد أوضح المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتين كوبلر أن هناك ثلاث نقاط مطروحة للنقاش والتعديل في الاتفاق السياسي، وهي تشكيل المجلس الرئاسي من ثلاثة أعضاء إضافة إلى موضوع تسلسل القيادة في الجيش الليبي ودور خليفة حفتر، وكذلك فصل مؤسسة الرئاسة عن رئاسة الوزراء. في غضون ذلك، أفاد عضو البرلمان صالح فحيمة بأن كتلة السيادة الوطنية دعت إلى عقد جلسة طارئة لأعضائها يوم الأحد لمناقشة ما سماها بالتصرف والقرارات الفردية العقيلة صالح، مضيفا أن الجلسة ستناقش أيضا لقاء صالح والسويحلي في روما. لقاء رئيسي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الذي وصف بالخطوة الإيجابية والمشجعة، رأى البعض أنه يمكن أن يبنى عليه في الدفع نحو حلحلة الأزمة الراهنة وكسر حالة الجمود في الاتفاق السياسي، كما يعيد للواجهة من جديد مدى قدرة الحوار بين الليبيين على تخطي الخلافات فيما بينهم وفتح صفحة من التوافق. وأضاف عضو مجلس النواب فرج بوهاشم في برنامج العاشرة أن أعضاء المجلس مع إجراء أي تعديل على الاتفاق السياسي أو المجلس الرئاسي، شرط التوافق عليه داخل البرلمان وليس إقراره من قبل شخص واحد. مسألة أن يكون القائد الأعلى مجلس النواب أو أن تكون رئاسة مجلس النواب في حالة توافق وموافقة مجلس الدولة، نحن واحد بهذا ولا مانع لدينا في حال إجراء تعديل على المجلس الرئاسي تم التوافق على ذلك، فأيضا نحن نرحب بذلك، وهذا في حال إقراره داخل مجلس النواب، لا أن يقر من شخص واحد، فقد يختزل مجلس النواب وإرادة المجلس في شخصه ويتجه بها إلى حوار ويتحدث باسم المجلس
كأنه هو الوحيد الآمر النهائي. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس عضو مجلس النواب زياد دغيم. سيد دغيم، أهلا بك. بداية، كيف تعلق على اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة في روما؟ تحية لكم المشاهدين الكرام، أهلا بك. وشكرا على الاستضافة. هذا الاجتماع خطوة من خطوات الضرورية من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وخلق أرضية حقيقية للتوافق السياسي. السيد رئيس مجلس النواب بصفته رئيسا للدولة وأيضا هو أب لكل الليبيين، كان واجبا عليه أن يلتقي ويستمع كل مواطن ليبي وخاصة الشخصيات السياسية التي لديها تأثير في المشهد السياسي. وعلى هذه الخلفية كان اللقاء، ولم يتم التطرق إلى كثير من النقاط، ولكن الخطوط العامة والعريضة التي يعلمها الجميع، الهدف هو كسر الحواجز النفسية الموجودة الآن ما بين الليبيين، وبداية جديدة بإذن الله ربما ستنهي هذه الأزمة التي انعكست بشكل كبير. بالحديث عن الأزمة، إلى أي مدى ترى أن هذا اللقاء بإمكانه حلحلة المختنقات التي تعرض لها الاتفاق السياسي طيلة الفترة الماضية؟ لا لا لا, لا أبدا، لا، ليس هذا هو الهدف. بكل تأكيد أن هذه المختنقات ستناقش في اجتماع لجنة مجلس النواب ومجلس الدولة. نعم، ولكن نحن في الاستماع. أيوة. سيد دغيم، ايوه، ستناقش في اجتماع اللجنتين على في اطار الحوار السياسي واستكمال الحوار السياسي، ولكن هذا اللقاء هو لقاء كما ذكرت هو كسر الحواجز وخلق الارضيه الصحيحه، وهذا ما غاب وفي الجوله الاولى اذا صح التعبير منذ اكثر من عامين. لم تكن هناك ارضيه حقيقيه للمصالحه الوطنيه، وبالتالي لم تؤتي المسودة الاتفاق أكلها ولم تنتج وفاقا حقيقيا. طيب، تفيد تسريبات سيد دغيم بأنه جرى طرح اسمك ضمن قائمة تضم 24 آخرين كأعضاء في لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب، هل تؤكد أم تنفي ذلك؟ لا علم لنا. نحن كمجلس نواب فوضنا هيئة الرئاسة بأن تختار لجنة، وحتى هذه اللحظة أعتقد لم تصدر لجنة بشكل رسمي، وبالتالي لا أستطيع أن أؤكد هذا الخبر. طيب، إذا متى سيقع مناقشة واعتماد لجنة الحوار برأيك؟ أعتقد أن الخطوة الأساسية الآن هي معرفة مع من نتحاور. هل الحوار سيكون مع المؤتمر الوطني العام بتشكيلاته المتعددة، أم مع مجلس الدولة، وما دور هيئة الحوار السابقة؟ هذه النقاط الأساسية حتى يستكمل. أعتقد مجلس النواب خلاص يعني فوض الرئاسة، وعملية إصدار لجنة أصبحت محسومة وانتهت الجدل فيها والصعوبة فيها. أشكرك. ولكن تبقى النقاط الأخرى هي النقاط الأهم. أشكرك جزيلا، كنت معنا عضو مجلس النواب زياد دغيم. قال وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني عبد الحميد النعمي في تصريح لقناة ليبيا لكل الأحرار إن الأطراف المشاركة في لقاءات روما لا تمثل قطبي المشهد الليبي حسب قوله. وطالب النعمي بانتقاء أطراف حقيقية في النزاع في ليبيا، معتبرا أن الأطراف الإقليمية والدولية مصرة على خلق أطراف مصطنعة والحوار معها للخروج بتوافقات معهم حسب وصفه. كما نوه النعمي إلى أنهم يحيون كل جهد مبذول من أجل قيادات في المشهد لتدارك الوضع الليبي، مثمنا المواقف الدولية والإقليمية في هذا الصدد ومنها المساعي الإيطالية. الأطراف اللي اجتمع أو الطرفين اللي اجتمع في روما لا يمثلان قطبي المشهد الليبي، يمثلان قيادات لديهم مكانتهم لديهم دورهم. في نظرنا يجب أن يتم أولا المؤسسات الشرعية المنبتكة على الانتخابات ابتداء من المؤتمر الوطني والمجلس النواب وحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ، وفيما بعد
طبعا نتوجه الى القوى الموجوده على الارض ابتداء من تيار الكرامه، تيار فجر ليبيا، تيار البنيان المرصوص، تيارات موجوده على الارض وعندها وجهه نظر ويجب ان تكون شريكه في صنع الحوار. شدد رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان على عدم وجود بديل عن الاتفاق السياسي إطارا وحيدا للعملية السياسية في ليبيا. وأضاف صوان لوكالة أك الإيطالية أن المعارضين للاتفاق لم يقدموا مشروعا بديل، معتبرا أن ما وصفها بهيمنة أقلية على قرار مجلس النواب والتدخلات الإقليمية إضافة إلى تراخي المجتمع الدولي لعبت جميعا دورا في عرقلة الاتفاق. وأوضح صوان أن العدالة والبناء كان له الدور الأبرز في دعم الاتفاق السياسي ومشروع الوفاق الوطني، مشددا على تمسكهم بالسعي لإنهاء الانقسام ودعم مساعي السلم والمصالحة وتحقيق الأمن والاستقرار. كما توقع رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان أن تتجه الأوضاع في ليبيا نحو التهدئة وحلحلة الأزمة الراهنة في البلاد. وأشار صوان في تصريحاته لوكالة أك الإيطالية إلى أن الإعلان مؤخرا عن توافق أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يمثل بارقة أمل في عبور البلاد إلى بر الأمان، معتبرا أن حفتر كان سبب الانقسام الحاصل في البلاد وأنه المسؤول عن تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا بحسب قوله. من جهة ثانية، دعا رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل كل الأطراف الفاعلة من قوى عسكرية وكيانات سياسية ومشايخ القبائل ومن سماهم أيضا بأتباع النظام السابق، دعاهم للاجتماع على مشروع حقيقي لنزع السلاح ودمج الشباب في مؤسسات الدولة وتفعيل القضاء وإنجاز المصالحة الوطنية لإزالة العوائق أمام إعادة بناء الدولة. وأضاف جبريل في كلمة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الوقت مناسب لتحقيق هذا الهدف مع ترسيخ القناعة لدى كافة الأطراف بعدم جدوى الحل العسكري، مشددا على أن الحل بيد الليبيين وحدهم. قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عبد القادر قدورة إن دستور ليبيا القادم يجب أن يحول دون عودة الدكتاتورية بأي شكل من الأشكال. وأضاف قدورة عبر صفحته على فيسبوك أن الدستور القادم يجب أن يضمن التوزيع العادل للمشروعات بين مناطق البلاد وتكافؤ الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف الإدارية والدبلوماسية إضافة إلى البعثات الدراسية. وتساءل عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عما إذا كان المقترح الأخير للجنة التوافقات الدستورية قد تضمن أي من هذه النقاط. وقال العضو المقاطع لجلسات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خالد وهلي في نشرة سابقة إن اعتراض التجمع التباوي على مسودة الدستور جاء بسبب عدم احترام الإعلان الدستوري وعدم احترام مبدأ التوافق وفق تعبيره. هم لم يحترموا الإعلان الدستوري. نحن أساس وجودنا داخل الهيئة التأسيسية هو تعديل السابع، كان دخولنا الهيئة التأسيسية واعتراضنا في أولى جلسات أو أولى عملية الانتخابية في الهيئة التأسيسية لم يكن موجود مبدأ التوافق في الإعلان الدستوري، ولكن بعد مقاطعة السبو في جنوب الشرقي والغربي للهيئة التأسيسية في انتخابهم في إبريل في فبراير 2014 تم تعديل الإعلان الدستوري ووضع مبدأ التوافق، ولذلك هم قفزوا على مبدأ التوافق، لذلك نحن وجودنا من عدم من داخل الهيئة التأسيسية يعني. أكد مدير مكتب العلاقات بالمجلس البلدي ترهونة محمد سعيد فتح الطريق الرابطة بين المدينة وبن وليد بعد إغلاقها في وقت سابق، لافتا إلى أنه تم توقيع على اتفاق بشأن ضمان عدم إغلاقها بين المدينتين. وأكد بلدي ترهونة في بيان له حول آخر المستجدات في المدينة وقوفه ضد أي أعمال إرهابية تهدد الأمن والاستقرار ودعمه للمصالحة الوطنية واستقرار ليبيا. وطالب البيان المجلس الرئاسي بضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق الاتفاق السياسي، مشيرا إلى دعم جهود حكومة الوفاق في محاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية والتزامه بدعم الوفاق السياسي. كما دعا بلدي ترهونة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر للقيام بزيارة إلى المدينة والاطلاع على حقيقة الأوضاع فيها.
قالت قوات البنيان المرصوص خلال لقاء صحفي عقب عودتهم من زيارة رسمية إلى موسكو، قالت إن الموقف الروسي تجاه ليبيا تغير بعد توضيح حقيقة الحرب على الإرهاب. وأوضحت قوات البنيان المرصوص أن وفدهم أثبت للمسؤولين الروس أن القوات التابعة لهم هي التي تحارب الإرهاب، وأنهم لا يحملون أي أجندات أو أفكار، مشيرين إلى رفضهم للحكم العسكري في ليبيا. كان فيه تفاهم، كان فيه نوع من الإعجاب بالمعلومات وبنقل الصورة اللي هي نقدر نقول أنها كانت غايبة على الجانب الروسي أو كان فيه تعتيم، وبالتالي هذه تعتبر إن شاء الله إنجاز كبير تم تحقيقه، اللي هو يعني نقول إحنا إزالة الغشاوة أو عدم الوضوح على موقفنا تجاه الحرب على الإرهاب، تجاه بناء دولة المؤسسات. لقد قطعنا الطريق أمام الكثير، كثير من كانوا يتوقعوا وكانوا يظنون أنفسهم بأنهم هم الوحيدين الذين يحاربون الإرهاب. قد اتضح جليا عند الروس وغيرهم وجميع القنوات العالمية التي نقلت ذلك بأن هناك رجالا يحاربون الإرهاب. في سرت عادت 150 عائلة نازحة إلى العمارات 600 وحدة سكنية منذ يوم الخميس الماضي. وقال عضو لجنة عودة العائلات النازحة إلى سرت عبد العزيز الشجماني في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار إن اللجنة قامت بالتنسيق والتعاون مع سرية فك الألغام التابعة لعملية البنيان المرصوص لفك الألغام وتنظيف المنطقة من المتفجرات والجثث الموجودة بها. وأضاف الشجماني أن مختلف الخدمات متوفرة بالمنطقة كالماء والكهرباء بعد أن تم التنسيق مع مختلف الشركات والأطراف الرسمية منذ مدة بالتعاون مع عناصر من البنيان المرصوص. أفادت تحريات القوات الخاصة بمقتل أحد منتسبيها تابعا للكتيبة 21 يوم السبت، وذلك إثر استهدافه من قبل قوات مجلس شورى ثوار بنغازي بمحور الفندق البلدي بالمدينة، مشيرة إلى أن اشتباكات تدور بالمحور نفسه في بنغازي. وأضافت تحريات القوات الخاصة عبر صفحتها على فيسبوك أن تعرض منطقة جليانة في بنغازي لقصف تسبب في مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح. بحث عمداء بلديات سبها والجفرة والشويرف ومرزق وبرك الشاطي وبنت بيا وقرض الشاطي، بحثوا جميعا مع وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو وضع خطة لتأمين الجنوب وبناء قوة موحدة بالمنطقة. وأضاف عميد بلدية سبها حامد الخيالي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن بحث كيفية حل المخترقات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة كانت أيضا من أبرز محاور الاجتماع الذي يتواصل منذ يوم الجمعة بين مختلف الأطراف في المنطقة الجنوبية. من جهتها أكد عميد بلدية مرزق إبراهيم محمود لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اللجنة تواصلت مع أعيان الجنوب والمجلس البلدي بوادي لبوانيس لبحث سبل إنهاء الأزمة، مشيرا إلى أن هناك تجاوبا من كافة الأطراف لتجنب الحرب. وأضاف عميد بلدية مرزق أن اللجنة ستلتقي خلال الأيام القادمة مع القوى الثالثة وبالنايل، لافتة إلى أن الجنوب في مرحلة وظروف صعبة وهو في حاجة للتنمية وليس للحروب بحسب تعبيره. أفاد عضو المجلس البلدي سبها إبراهيم محرز بأن بالنايل اشترط في الأيام الماضية الانسحاب من محيط منطقة تمن هند مقابل تمركز قوة محايدة بالقاعدة الجوية. وأضاف محرز لقناة ليبيا لكل الأحرار أن اجتماعات لجنة التهدئة بدأت مع أطراف النزاع وستعمل على تقريب وجهات النظر وإخراج المنطقة الجنوبية من الأوضاع التي تعيشها خصوصا تردي الخدمات. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. وصول شحنة مالية تقدر ب 350 مليون دينار ليبي إلى طرابلس، والمصرف المركزي يؤكد توزيعها على مختلف المصارف التجارية. المجلس الأعلى للدولة ينفي مناقشة اجتماع روما لإعادة تشكيل الرئاسي ويقول إن النقاش اقتصر على إمكانية إجراء تعديل على الاتفاق،
وكتلة السيادة تدعو لجلسة طارئة لمناقشة ما وصفتها بتصرفات عقيل صالح الفردية. فتح الطريق الرابطة بين ترمونة وبن وليد والتوقيع على اتفاق بشأن ضمان عدم إغلاقها بين المدينتين. وبلدي ترمونة يؤكد دعمه للمصالحة الوطنية واستقرار ليبيا. لجنة التهدئة بالجنوب تبحث مع أعيان المنطقة وبلد وادي لبوانيس سبل ضمان وقف دائم لإطلاق النار، ولقاءات مرتقبة للجنة مع القوى الثالثة وقوات بن نايل. أهلا بكم من جديد. وصلت إلى مدينة طرابلس يوم الجمعة شحنة مالية مخصصة لمصرف ليبيا المركزي تقدر ب 350 مليون دينار ليبي قادمة من بريطانيا. وأوضح مصرف ليبيا المركزي عبر موقعه الرسمي أنه سيقوم بتوزيع الشحنة على مختلف المصارف التجارية وفروعها في كافة أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن هذه الشحنة ستساهم في الحد من الازدحام على المصارف والتخفيف من معاناة المواطن في الحصول على السيولة المالية اللازمة لتوفير احتياجاته الضرورية. أكد سفير ليبيا لدى إيطاليا أحمد المبروك صفار خلال حفل تسليم زوارق دورية إيطالية إلى ليبيا في بلدة غايتا أن ليبيا ليست حارسا للبحر المتوسط بل جزء من التعاون الدولي لمكافحة الهجرة ومهربي البشر. ونقلت وكالة أك الإيطالية للأنباء عن صفار قوله إن ليبيا وإيطاليا تملكان نظرة نفسها في التصدي للهجرة غير النظامية في المتوسط، مضيفا أن مراكز استقبال المهاجرين في ليبيا شهدت مشاكل متعلقة بحقوق الإنسان لكون ليبيا ليست بلدا مستقرا حتى الآن، وهو الأمر الذي لا يبرر تلك التجاوزات. ووعد السفير الليبي في إيطاليا بتحسين السلطات الليبية للوضع الخاص بالمهاجرين بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. هذا وقد لقي أكثر من 150 طفلا من المهاجرين غير النظاميين حتفهم خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط باتجاه أوروبا منذ بداية العام الحالي. ونقلت وكالات عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن العدد الحقيقي للأطفال الذين توفوا في الأغلب يزيد عن ذلك، حيث لا توجد إحصائيات للأطفال الذين يموتون دون مرافقين أثناء رحلة الهرب من الحروب والظروف الاقتصادية الصعبة في بلدانهم الأصلية. وهذا ختام النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. المجلس الأعلى للدولة ينفي مناقشة اجتماع روما لإعادة تشكيل الرئاسي ويقول إن النقاش اقتصر على إمكانية إجراء تعديل على الاتفاق. وكتلة السيادة تدعو لجلسة طارئة لمناقشة ما وصفتها بتصرفات عقيل صالح الفردية. فتح الطريق الرابطة بين ترمونة وبن وليد والتوقيع على اتفاق بشأن ضمان عدم إغلاقها بين المدينتين. وبلدي ترمونة يؤكد دعمه للمصالحة الوطنية واستقرار ليبيا. لجنة التهدئة بالجنوب تبحث مع أعيان المنطقة وبلد وادي لبوانيس سبل ضمان وقف دائم لإطلاق النار، ولقاءات مرتقبة للجنة مع القوى الثالثة وقوات بن نايل. المزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تي في على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب. دمتم في أمان الله.